أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وإليكم آخر الأنباء. مايا دياب في رأس السنة، أنا عروسة عمرو أديب الليلة. أنا عروسة عمرو أديب لل يا 2017. لهوي، أيوة كده يا وديع. جابر القرموطي يقدم استقالته على الهواء. وأتمنى كل التوفيق للإدارة القادمة. النيابة تعلن انتحار المستشار وائل شلبي بالكوفية داخل محبسه. انت لو حاولت تخنق نفسك بكوفية، لا يعني مستحيل يا حبيبي، مستحيل يا بابا. لا مصطفى بكري، وائل شلبي طلب وجبة من الدهان قبل انتحاره. طلب وجبة من الدهان وراحت له. يا ريت بقى يا باشا صليت بسبوسه بالقشطه كده على مزاجك. بتكتب يا باشا. شقيق وائل شلبي، اخويا ما انتحرش، اخويا اتقتل. ووالد المستشار وائل شلبي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اغتالوا ابني. لكن يا باشا ما لكتش، ما عليك، ما عليكش، تفتكر ما افتكرش. طارق عامر يعلن عن مفاجأة بشأن سعر الدولار. ابشر يا تيمور. والله يا فندم انا ما بيقلقنيش غير ابشر دي سعادتك. لواء سابق، الدولار سيصبح بسبعة جنيهات في اكتوبر 2017. انا متفائل ب 17 ان الدولار هيبقى ب 7 جنيه. لا انا متفائل. نعم، انا قلت الواد ده ازمه، وابن ده ازمه، وراه اجري يا معلم. لجنة الطاقة بالبرلمان لا زيادة بأسعار البنزين لمدة عام. أقول لك حاجة؟ أنا مش متفائل. الموساد يطلق حملة لالتحاق الجاسوسات بالجهاز. اسم الحقيقي دانيال. ماشي يا سيدي، سلام يا سيدي دانيال. الفنانة فاطمة كشري توجه رسالة إلى السيسي. وعايزاه يلبس كلاسين تحت البناطيل عشان البرد. ستوب، ما تليفوناش بقى يا اخوانا، عيب كده. برلماني يفاجئ الإبراشي على الهواء، عايز اروح الحمام. والإبراشي مش هينفع. ماذا بقي للشعب عند الدولة؟ روح الحمام يا سيدي، خلص بقى، عايز اقوم اروح الحمام. صورة الاسبوع، فيديو الاسبوع. ايه ده يا سارة؟ قدس. بتاعت مين قدس؟ بتاعتنا كلنا. بتاعت مين؟ بتاعتنا كلنا. بتاعت مين قدس دي؟ بتاعتنا كلنا. عايز؟ لا، القدس دي لكل الأديان. كان هذا موجز لأهم أنباء الأسبوع. فوتكو بعافية.